يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل السنة وضع نصيبة واحدة على القبر أم نصيبتان؟ علما بأن إيش الغرض من وضع النصائب يا أخوان؟ الغرض من وضع النصائب معرفة حدود القبر لئلا يمتهن، فإذا لم يوضع عليه إلا نصيبة واحدة لم يعرف طرفه الثاني، ربما يمتهن. فمن قال إنه ما يوضع إلا نصيبة؟ هذا تونا نسمع به، يوضع عليه نصيبتان عند طرفي القبر حتى تعلم حدوده. نعم. لا، وبعضهم يقول المرأة ما يوضع عليها إلا واحدة والرجل عليه ثنتين، حتى بعد يقولون إن المرأة ما يوضع لها إلا نصيبة المسكينة والرجل يوضع عليه ثنتين، هذا شيء من عندهم هم. نعم.